هنتكلم النهاردة عن اليورين كومبوزيشن اند رينال ستونز، ودي واحدة من محاضرات الرينال موديول. اليورين كونتينز 50 جرام من السوليدز دسولفد ان اباوت 1.5 لتر من الووتر بير دي، يعني 50 جرام سوليد دايبين في 1.5 لتر من المي. الأورجانيك سوليدز الأساسية اللي بنتكلم عنها هي إيه؟ يا إما اللي هي الـ NBN اللي هي Non Protein Nitrogenous Compound، حاجة اسمها أورجانيك أسيدز اللي هي هتشمل أوكزاليك أسيد، لاكتيك أسيد، سيتريك أسيد، كيتون بودز اند هيبيوريك اسيد. تالت حاجة الشوجرز، الانورجانيك سوليدز الموجودة اللي هي صوديوم بوتاسيوم اند كلورايد. اليورين is formed by the kidney نتيجة تلات عمليات أساسية. أول حاجة إن بيحصل filtration للblood plasma عن طريق الجلوميرولاي of the kidney. تاني حاجة بيحصل reabsorption، بيبقى selective عن طريق التوبيولز بتاعة الكدني لsubstance معينة زي السولتس، الووتر، الجلوكوز، ده أحد الشوجرز الموجودة. الأمينو أسيدز اللي هي السبستانس اللي الجسم بيحتاجها. بعد كده بيحصل سكريشن برضو عن طريق التيوبيولز اوف ذا كيدني للبوتاسيوم، وده واحد من اللي هي الانورجانيك سوليدز. لليوريك أسيد ده واحد من ال NBN، والأورجانيك أسيدز اللي اتكلمنا عليهم قبل كده اللي هي الأوكزاليك، السيتريك، الكيتون بودز، الهيبيوريك أسيد والهيدروجين أيونز. يبقى المفروض ثلاث حاجات، أول حاجة فلتريشن للبلاد بلازما عن طريق الجلوميرولاي، بعد كده سيلكتيف ري أبزوربشن لسيرتن سبستانس عن طريق التيوبيولز اوف ذا كيدني، وبعد كده سكريشن برضو عن طريق التيوبيولز اوف ذا كيدني لسبستانس تانية زي الاورجانيك اسيدز زي الهيدروجين ايونز. النون بروتين نيتروجينس كومباوند اللي هي حاجة من الأورجانيك سوليدز اللي هي موجودة في اليورين، عبارة عن انترميدياري للبروتين ميتابوليزم، وكومباوند تعتبر اند برودكت للبروتين ميتابوليزم. الانترميدياري كومباوند اللي هي الأمينو أسيدز والأمونيا اند الكرياتين. الاند برودكت كومباوند اللي هي اليوريا واليوريك اسيد اند الكرياتينين. طبعا الامينو اسيدز ديت اللي هي لما اتكلمنا في الاول وقلنا هيحصل سيلكتيف ري ابزوربشن عن طريق التيوبيولز بتاعه الكدني لسيرتن سبستانس، كان منها الامينو اسيد. أول واحدة منهم اليوريا، اليوريا دي بتمثل تقريبا 25 جرام من الـ NBN أو الـ Non Protein Nitrogenous Compound، يعني بتمثل تقريبا 80 to 90% من الـ Total Urinary Nitrogen. اليوريا دي بتيجي منين؟ ديت الـ Principal End Product لـ البروتين كاتابوليزم. برضو بتيجي منين؟ ان هي بتتكون في الليفر عن طريق اليوريا سايكل من الامونيا. الامونيا دي جاية منين؟ جاية من الدي امينيشن بتاع الامينو اسيد. واليوريا دي بيحصل لها اكسكريشن عن طريق الكدني في اليوريا.
الاكسكريشن بتاع اليوريا ده يبقى ليه علاقة بالبروتين انتيك، لان هي الاند برودكت او البرنسيبال اند برودكت اوف بروتين كاتابوليزم. اليوريا اكسكريشن بتزيد في ايه وبتقل في ايه؟ بتزيد في حالات زيادة البروتين كاتابوليزم، لان هي البرنسيبال اند برودكت للبروتين كاتابوليزم، زي الفيفر، لان احنا قلنا ان هي جاية من الامونيا اللي هي جاية من الدي امينيشن بتاع الامينو اسيدز. زي الدايابيتس، نعرفين ان الانسولين ليه انابوليك افكت على البروتين، فبالتالي الدايابيتس هيحصل فيه زيادة في البروتين كاتابوليزم. زي كوشنج سندروم اللي هي هايبر اكتيفيتي اوف ذا ادرينال كورتكس، والهايبر ثايرويدزم اللي هي هايبر اكتيفيتي اوف ذا ثايرويد، لان الهرمونز دي بتبقى بروتين كاتابوليك هرمونز. ايه اللي بيقلل اليوريا اكسكريشن؟ اول حاجه زياده البروتين انابوليزم في البريجننسي اند لاكتيشن. تاني حاجه الليفر فيلير، لان هي اصلا مكان تكوين اليوريا هو الليفر اللي هي بيحصل فيها اليوريا سايكل، فبالتالي هيقلل البرودكشن. ايه تاني هيقلل الاكسكريشن؟ عن طريق الكدني في اليورين، ان هو يحصل اكيوت رينال فيلير، ده بيعمل ريتنشن. او الاسيدوزس، الاسيدوزس بيزود الامونيا برودكشن وبالتالي بيزود اليوريا، لان اصلا اليوريا بتتكون من الامونيا. تاني حاجة من النون بروتين نيتروجينس كومباوند اللي هي من الانترميدياري كومباوند اوف ذا بروتين ميتابوليزم اللي هي الامونيا. الامونيا يورينري امونيا بتبقى سينثسايزد في الديستال كونفوليوتد تيوبيولز اوف ذا كيدني. تقريبا 60% من الامونيا دي جاية عن طريق الاكشن اوف ذا جلوتامينيز انزايم على الجلوتامين ريسيفد باي ذا كيدني فروم اذر تيشو. و40% من الامونيا جاية عن طريق الدي امينيشن بتاع الامينو اسيدز في الكيدني، لان الدي امينيشن هو البرنسيبال باسواي للكاتابوليزم اوف امينو اسيدز. الامينو اسيدز برضو واحدة من الانترميدياري كومباوند اوف بروتين ميتابوليزم. عندي الامينو اسيدز دي لما بتبقى اكسكريتد في اليورين بيبقى 80% من الامينو اسيدز 80% كونجوجيتد، زي مثلا الجلايسين مع البنزويك اسيد اللي هو الهيبيوريك اسيد، اللي هو قلنا واحد من الاورجانيك اسيدز اللي هي الاورجانيك سوليدز الموجوده في اليورين، زي الجلوتامين مع الفينايل اسيتيك اسيد. و20% من الامينو اسيدز الاكسكريتد في اليورين بتبقى فري امينو اسيد. البريزنس اوف امينو اسيدز ان ابنورمال كونسنتريشن في اليورين هو ليه نورمال يورينري كونسنتريشن، لكن لما يبقى موجود في ابنورمال كونسنتريشن دي اسمها امينو اسيدوريا، ودي ممكن تكون فيسيولوجيكال او باثولوجيكال. فيسيولوجيكال امينو اسيدوريا ديت ايرلي ان لايف في newborn and during pregnancy. pathological amino aciduria نتيجة حاجتين، يا إما renal amino aciduria اللي هي نتيجة renal tubular damage أو genetic defect، اللي هي بمعنى تاني defect في renal tubular reabsorption،
اوف امينو اسيدز زي الجلايسينوريا والسيستينوريا. السيستينوريا ده بيبقى جينيتيك ديزيز، ان بيبقى فيه عندي ديفكت في الترانسبورتر المسؤول عن الرينال تيوبولار ري ابزوربشن للامينو اسيدز، او انكريز الامينو اسيدز في البلازما اللي اسمها اوفر فلو امينو اسيدوريا. دي في حالات السيفير ليفر ديزيزز بيقل الدي امينيشن بتاع الامينو اسيدز اللي هي البرنسيبال باس واي للامينو اسيدز كاتابوليز، او الجينيتك ديزيزز او انهيريتد ديفكت في الامينو اسيدز ميتابولايزنج انزيمز زي الفينايل الانين هيدروكسيليز اللي هي فينايل كيتونوريا، الهستيديز اللي هي هستيدينيميا، البرانش تشين الفا كيتو اسيد ديكربوكسيليز اللي هي مابل سيرب يورين ديزيز. دوت بيبقى ديفكت في الانزيمز المسؤولة عن الأكسيديتيف ديكربوكسيليشن للألفا كيتو أسيد. آخر حاجة في الـ NBN اللي هي الكرياتين أند كرياتينين واليوريك أسيد. Abnormal constituent of urine زي البروتينز اللي هي بروتينوريا، الشوجرز او الجلايكوزوريا، كيتون بودز، بايل بيجمنت، بايل سولتس. في حالات الاوبستراكتيف هيباتيك ديزيز او الديزيز اللي بتعمل اوبستراكشن للبايل دكت، بروتينز اللي هي البروتينوريا دي قلنا من الابنورمال كونستيتوينت اوف يورين اللي هي بريزنس اوف ديتكتابل اماونت من البروتين مينلي الالبومين ان يورين. ممكن تكون فيسيولوجيكال او باثولوجيكال بروتينوريا. الفيسيولوجيكال دي نوت باثولوجيكال بروتينوريا انه ما فيش اورجانيك ليجن ديتكتد في الكدني. دي انترميتنت بروتينوريا بتحصل لما بيزيد الرينال فينس بريشر يا اما دورينج الماسكولار اكسرسايز او الاريكت بوزيشن اللي هي اورثوستاتيك. This appears on lying down عشان كده بتبقى مش موجودة في المورنينج سامبل لكن بتبقى موجودة في الداي سامبل. الباثولوجيكال بروتينوريا بري رينال او رينال او بوست رينال. بري رينال ده في حالات الهارت فيلير نتيجة زيادة الرينال فينس بريشر. بقى عندي الرينال اللي هي لما بيزيد الفلتريشن او البيرميابيليتي اوف ذا رينال جلوميرولاي في نتيجة للكيدني ديزيز زي النيفروتيك سندروم والجلوميرولونيفرايتس. بوست رينال اللي هو انفلاميشن اوف ذا يورينري تراكت اللي هي الكيدني اليوريتر البلادر اليوريثرا. مايكرو ألبومينوريا معناها small amount من المايكرو ألبومين أو small amount من الألبومين في اليورين. الميجرمنت بتاع المايكرو ألبومين ده مهم في البيشنت الديابيتيك بيشنت لأن ممكن يجي لهم ديابيتيك نيفروباسي. لو هو ديتكتد في الايرلي فيز ممكن ان انا اكونترول الدايابيتس وامنع ان هو يحصل بروجريشن للبيشنت ده لاند ستيج رينال ديزيز.
قال لي إن هو الألبومين كونسنتريشن في اليورين لو الليفل بتاعه بقى أعلى من 50 ميلي جرام في 24 أور يورين، ده بريدكتيف للدايابيتيك نيفروباثي. جونز بروتينوريا دي عبارة عن abnormal جاما جلوبيولين بتتكون من المالجنانت بلازما سيلز في نوع من الأورام اسمه مالتي والمايلوما، عبارة عن light chains only. ايه مواصفات البروتين ده؟ هو بيحصل له بريسبيتيشن عند 60 درجة وري ديسولف بيدوب تاني عند 100 درجة وري بريسبيتيت تاني اون كولينج. اليوريناري سيدمنت او ديبوزيت، المفروض ان النورمال يورين ما يبقاش فيه اي فيزيبل سيدمنت او ديبوزيتس. بعمل لها كوليكشن عن طريق اعمل سنتريفيوجيشن لليورين واعمل اكزامينيشن للسيدمنت او الديبوزيتس دي اندر مايكروسكوب. بتشمل في اورجانيزد يورينري سيدمنت وان اورجانيزد يورينري سيدمنت. الاورجانيزد اللي هي زي الابيثيليال سيلز لو موجودة بكميات قليلة ده نورمالي بيبقى بريزنت في اليورين، وخصوصا لو هي السكويموس ابيثيليال سيلز بتبقى جاية من الفاجينا. طبعا especially in females اللي هي السكويموس ابيثيليال سيلز لو موجودة بكميات كبيرة هتبقى inflammations of the urinary tract. الريد سيلز ده في حالات الهيماتوريا. الباس سيلز النورمال يورين بيبقى فيه باس سيلز بكميات قليلة جدا، فأي ريبورت اليورين أناليسس هلاقي فيه كم يعني نسبة للباس سيلز، لكن لو زادت ده بيبقى في حالات الانفكشن. رابع حاجة من الأورجانيزد يورينري سيدمنت أو ديبوزيتس اللي هي السبيرمز، لأن هي موجودة في الميل يورين أفتر إيجاكيوليشن. البكتيريا زي الباس سيلز كده النورمال يورين ممكن يبقى فيه فيو نمبرز من البكتيريا، لكن لما بتزيد يبقى معنى كده إن في انفكشن او في انفلاميشن في اليورينري تراكت. الكاستس دي عبارة عن elongated tubular structures ليها rounded end بتتقسم لهايلاين and granular cast. الهايلاين ديت بتتكون عن طريق البريسبيتيشن of proteins within the kidney tubules. في حالات الرينال بروتينوريا اللي هي قلنا ان بيزيد فيها البرميابيليتي بتاعت الرينال جلوميرولاي نتيجة وجود ديزيز في الكدني، زي قلنا في حالة الجلوميريولونيفرايتس والنيفروتيك سندروم. الجرانيولار كاست ديت في جرانيولار كاست. في تالت حاجة حاجة اسمها الجرانيولار كاست، دي هي عبارة عن هايلاين كاست بس بتبقى جرانيوليتد دوتد بالبومينس جرانيولز. في حاجة اسمها ابيثيليال كاست وليكوسايت كاست وريد سيل كاست. دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ابيثيليال سيلز اللي اتكلمنا عليها في الاول لما قلنا ان هي لو موجودة بكمية قليلة، خصوصا لو هو سكويموس ابيثيليوم بيبقى جاي من الفاجينا. الباس سيلز دي تعمل ليكوسايت كاست، الريد سيلز تعمل ريد سيل كاستس.
لا unorganized urinary sediment أو deposit. نفتكر تاني إن إحنا قلنا normal urine contains no visible deposits. عشان أنا أقدر أشوفها لازم إن أنا ال collected urine أعمل له centrifugation وأقدر أعمل لها examination under microscope. ال commonest urinary sediment اللي هي الفوسفات، ودي بتبقى موجودة في الألكالين يورين and the solves by acidification. لما أعمل acidification لليورين ال commonest phosphate sediment اللي هي أمونيوم مغنيسيوم فوسفات اللي هي التريبل فوسفات. المفروض إن هي الكريستالين تريبل فوسفات sediment ديت بتظهر في اليورين اللي هو اللي حصل له، احنا قلنا الكالاين يورين ان هو حصل له امونياكال فيرمنتيشن. يعني ايه امونياكال فيرمنتيشن؟ يعني تحويل اليوريا لامونيا اند كاربون دايوكسيد، وده ممكن يحصل جوه الجسم لو في اي انفكشن او يحصل بكتيريال كونتامينيشن لليورين outside the body ويحصل له برضو ammoniacal fermentation. شكل الفوسفات دي بيبقى ايه؟ اللي هي الامونيوم ماجنيزيوم فوسفات اللي هي التريبل فوسفات، شكلها بيبقى فيزري ابيرنس او كوفن ليد. كوفن ليد ده التعبير معناه حرفيا اللي هو غطاء التابوت. احنا قلنا الكومن فورمز من الفوسفات كريستالز اللي هي تريبل فوسفيت اللي هي امونيوم ماجنيزيوم فوسفيت اللي هي قلنا ان شكلها الكوفن ليد. في فورمز تانية بس ليس كومن زي الكالسيوم فوسفيت، ودي بيبقى شكلها روزيت او ستيلر اللي هو الشكل النجمي، او ماجنيزيوم فوسفيت ودي بيبقى شكلها رومبويد اللي هو شكل المعين. تاني حاجة موجودة في الألكالين يورين اللي هي الكالسيوم كربونات كريستالز أو ديبوزيتس يعني أو سيديمنت، اللي هي في منها نوعين، يا إما أمورفس اللي هي عديمة الشكل، يا إما في نوع منها كريستالين كالسيوم كربونات ديبوزيتس. ديت زي التانية برضو زي الفوسفات اللي قلناها قبل كده ان هي موجودة في الالكالاين يورين، وبتدوب لما بعمل اليورين ده اسيديفيكيشن، فدي بتدسولف بالاسيديفيكيشن، ودي رير جدا ان هي تبقى موجودة في الهيوم. الكالسيوم اوكزاليت كريستالز دي موجوده في الاسيديك او في الالكالاين يورين. يعني احنا قلنا حاجتين الكالاين اللي هي الكالسيوم كربونات والفوسفات. الكالسيوم اوكزاليت موجوده اسيديك او موجوده الكالاين، شكلها ايه؟ شكلها دمبل شيب اللي هي بتاعه رفع الاثقال الدمبل، او انفلوب شيب اللي هي شكل المظروف. ديت بتبقى انسوليبل، ما بتدوبش في الاسيتيك اسيد برغم ان هو اسيد، لكن بتدوب في الهيدروكلوريك اسيد في ال HCl يوريك اسيد اند يوريت كريستالز. اليوريك اسيد كريستالز بيبقى شكلها رومبويد بريزمس اللي هي المنشور المعين. اليوريت كريستالز بتبقى عديمة الشكل امورفوس. الاتنين موجودين في الاسيد كونسنتريتد يورين، عشان كده لما ادوبهم ادوبهم في الالكالي او عن طريق الهيتنج. في نوع اسمه امونيوم يوريت كريستالز، دي بتبقى موجودة في الكونسنتريتد يورين ريتش الامونيا، دي بيبقى شكلها ثورن ابل اللي هي التفاحة الشوكية، التفاحة اللي فيها شوك. في معلومة بقى عارفها ان هي اليوريد بتاع الصوديوم او البوتاسيوم او الكالسيوم او المغنيسيوم ممكن يأبزورب بعض اليورينري بيجمنت
فيدي لون. لو البيجمنت دي يورو اريثرين هيدي لون بينك، ممكن يدي لون بريك ريد، وممكن يدي لون يلو. ادزوربشن معناها ادهيجن لسين لاير من اي مولكيول على السيرفس بتاع اي سوليد بودي. السيستين كريستالز دي بيبقى شكلها هيكساجونال، معناها اللي هو شكل سداسي، ودي بتبقى موجودة في السيستينوريا، قلناها قبل كده في الرينال امينو اسيدوريا اللي هي جينيتك ديزيز، سببه ديفكت في الترانسبورتر المسؤول عن الرينال تيوبولر ريابزوربشن لاربعه امينو اسيدز هتاخدوهم او خدتوهم في البروتين ميتابوليزم. المهم ده نتيجه اللي هي الديفكت في الرينال تيوبولر ريابزوربشن، بيعمل اكسكريشن للارج اماونت من السيستم في اليورين. يورينري ستونز عبارة عن سوليد ماسز من اليورينري سيدمنت، سواء احنا قلنا اورجانيزد او ان اورجانيزد، بتبقى موجودة في اي جزء من اليورينري تراكت، سواء كدني سواء يوريتر بلادر اند يوريثرا. ايه البري ديسبوزنج فاكتورز؟ اول حاجة فيتامين اي ديفيشنسي، قلنا المعلومة دي في الفات سوليبل فيتامين، ان هو بيعمل كيراتينيزيشن للإبيثيليوم لايننج اليورينري تراكت، فيبقى سهل ان يترسب عليه السولتس وده يعمل ستون فورميشن. تاني حاجة يورينري انفكشن اللي هي بتعمل الكالانيزيشن لليورين نتيجة تحويل اليوريا للأمونيا اللي هي الأمونياك الفيرمنتيشن، ده عن طريق أي بكتيريا، عن طريق البكتيريا الكونتامينيشن أو عن طريق الانفكشن. اليورينري انفكشن نتيجة البكتيريا الانفكشن ده بيحول اليوريا لأمونيا اللي هي الأمونياك الفيرمنتيشن، فبيخلي اليورين ألكالين، فالألكالينيتي دي بتساعد على ترسيب الكالسيوم فوسفيت كريستالز والمغنيسيوم فوسفيت كريستالز. والكالسيوم فوسفيت دي اللي هي قلنا شكلها ستيلر أو روزيت، والمغنيسيوم فوسفيت اللي هي رومبويد بليتس. ممكن الانفكشن ده يعمل ايه تاني؟ يعمل شيدنج للإبيثيليوم، ويعمل فورميشن اوف بلاد كلوتس، وديت تبقى نيوكلياي ان هي يترسب عليها الاملاح وتعمل ستون فورميشن. الهايبر كالسيوريا دي ممكن تكون ايديوباثيك اللي هي انكريزد الانتستاينال ابزوربشن اوف كالسيوم، وممكن نتيجة الهايبر باراثايروديزم أو الهايبر فيتامينوزيس دي. دي بتعمل ايه برضو؟ بتعمل فورميشن اوف ستونز، يا اما كالسيوم فوسفيت، يا اما كالسيوم كربونيت، يا اما كالسيوم اوكزاليت ستونز. الهايبر اوكزالوريا دي بتعمل كالسيوم اوكزاليت ستونز اللي هي قلنا شكل الانفلوب او الدمبل شيب اللي هي اسيدك او الكالاين يورين. الميتابوليك جاوت اللي هي انكريزد الدي نوفو سينثيسيس او البرودكشن اوف بيورين نيوكليوتايدز، فده بيبقى في اكسكريشن للارج اماونت من اليوريك اسيدز. قلنا هناك اليوريك اسيد كريستالز او سيدمنت، يعني ما هي نوع من الان اورجانيزد يورينري سيدمنت، كان شكلها رومبويد بريزمس، ودي برضو بتعمل يوريك اسيد اند يوريت ستونز. السيستينوريا دي لارج اماونت اوف سيستين اكسكريتد ان يورين في حالات السيستينوريا اللي هي قلنا تاني جينيتك ديزيز، سببه ديفكت في الترانسبورتر المسؤول عن الرينال تيوبولر
لأبزوربشن للسيستين أمينو أسيد، فبرضه هيعمل سيستين ستونز. لو ووتر انتيك، لأن ده بيزود الكونسنتريشن وبيساعد على البريسبيتيشن لديفرنت تايب اوف سولتس، فبالتالي بيعمل ستون فورميشن. تركيب اليورينري ستونز، ان هي مكونة عبارة عن بيور او فورين بودي او ميكسد ستونز. البيور دي من اسمها ان هي عبارة عن سنجل كونستيتوانت زي الفوسفيت ستونز، دي هلاقيها الكونسيستنسي بتاعها softer in consistency و grayish white in color. الكالسيوم كربونات ستونز دي برضو grayish white in color. الكالسيوم اوكزاليت ستونز دي rough او hard يعني dark brown in color. اليوريك اسيد ستونز بتبقى hard لكن سموث. السيستين ستونز ديت جرينش ان كلر. فورين بودي دي عبارة عن ايه؟ احنا قلنا البيور دي عبارة عن سنجل كونستيتوان. فورين بودي دي عبارة عن ان هي يبقى جزء منها عبارة عن فورين سبستنس او برودكت من الانفلاماتوري اكسودت، او هي كلها عبارة عن فورين سبستنس او برودكت من الانفلاماتوري اكسودت زي الفايبرين زي البكتيريال ستونز. الميكسد ستونز دي عبارة، احنا قلنا البيور عبارة عن سنجل كونستيتوانت، دي عبارة عن مور ذان وان كومبوننت او كونستيتوانت. في الهايبر كالسيوريا اللي قلناها قبل كده بيبقى عندي كالسيوم فوسفيت اللي هي قلنا بتبقى شكلها روزيت او ستيلر، وممكن كالسيوم كربونات وكالسيوم اوكزاليت ستونز. في اليورينري تراكت انفكشن ممكن يبقى عندي كالسيوم فوسفيت وممكن يبقى مغنيسيوم فوسفيت، ديت اللي هي less common forms لما قلنا ان هي موجودة في الالكالاين يورين نتيجة الامونياك الفرمنتيشن، وامونيوم مغنيسيوم فوسفيت ستونز اللي هي التريبل فوسفيت اللي كان شكلها فيزري شيب او كوفن ليت شيب. شكرا جدا ليكم وبالتوفيق ان شاء الله.